عليكم. احنا اليوم تاريخ 13/9/2022 رح نحكي عن هذا الشاب الجميل لهي العائلة. عندهم ولد بعدين صار في انقطاع في الحمل وبعدين بعد فترة طويلة لأسباب مختلفة في سكر يعني الأم وسكر الحمل كمان صاحب درجة عالية بعدين فقدت الحمل فترة طويلة بعدين رجعت حملت مرتين عن طريق برنامج أطفال عبيد جابت توأم بعدين انقطعت عنا فترة طويلة بعدين رجعت وهلأ جابت شبر. بنبارك لهم كل قلبنا هاي العائلة المحترمة هم شركاء معنا في هذا المركز لأنه صار لهم فترة طويلة معنا. نحن نتمنى لهم الخير نشكرهم على ثقتهم فينا على مدى هاي السنين. احنا اليوم نقول لكل امهات لا تخافون من رحمه الله. احنا بتاريخ 13/9/2022 اجي هذا الشاب الجميل وحمل طبيعي بعد توأم عن طريق برامج اطفال انابيب. اذا ممكن تحمل الزوجه بشكل طبيعي بعد اطفال انابيب. شكرا لكم بانتظار ان شاء الله يا رب الاخبار دائما تكون ساره. احنا اليوم تاريخ 13/9/2022 بنشكر وحده الخداج وبنشكر الدكتور مفيد عبد القادر رئيس قسم وحده الخداج في مستشفى شمساني. مع السلامه. مع السلامه.